مساء الخير. طقس خريفي دافئ عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مع حراره مرتفعه فوق معدلاتها السنويه نهارا ومنخفضه نسبيا خلال الليل مع رياح حامله غبار ناشطه نسبيا بالمناطق الشماليه عم بتؤدي الى سوء رؤيه على الجبال. البحر متوسط الموج حراره 121. بدءا من بكره السبت رح تتاثر منطقتنا بمنخفض جوي حامل امطار وثلوج على الجبال ورياح قويه خصوصا بالمناطق الشماليه وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة أكثر من 8 درجات وبتستمر الأمطار للتنين المقبل. الليلة طقسنا غائم مع حرارة مرتفعة فوق معدلاتها السنوية بست درجات تقريبا مع ظهور طبقات من الغبار عم بتأدي إلى سوء رؤية. لبكرة السبت طقسنا غائم صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبدءا من بعد الظهر بيتغير الطقس مع هبوب رياح قوية ممكن تقارب ال 75 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وتساقط أمطار غزيرة بتشتد ليلاً وبتستمر الأمطار حتى التنين يوم عيد الميلاد. نسبة تساقط الأمطار بمنطقة العبدة عكار من أيلول حتى اليوم 134 ملم، السنة الماضية 145 والمعدل العام لآخر كانون الأول 260. نبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 14، على المرتفعات 10، بالبقاع 8 والأرز 3، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل على الساحل 20، رحبة تحديدا 20، البحصاص 22، العقورة 12، عرسال 16، فقرة 10، ظهر الصوان 20، بيروت 23، الهلالية 22، الدوير 19، ويونين 22. الرطوبة بتتراوح بين 35 و65%، حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ ف 14-23 السبت، الأحد 12-17 والتنين 11-16. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الرياض 26، عمان 22، ودمشق 23، الجزائر 13، والرباط 18، ومنوصل إلى باريس حيث عم بتسجل درجات الحرارة 10، طقس حلو، وروما 13 وما في أمطار. هيدا كان كل شي. باي.